تابعين معكم مشاهدينا باقي فقراتنا، وهلا صارت كارولين بهنا موجوده معنا. اهلا وسهلا فيك كارولين. اول شيء ينعاد عليك وعليكي وعلى الجميع، ان شاء الله سنه خير يا رب. بنعرف انه في كثير قصص عندنا بالبيت، وخاصه بعد فتره الاعياد كمان ممكن نستعملها ونستفيد منها. اكيد. شو محضرتينا لليوم؟ هلا اول شغله اليوم اللي رح نعمله، الاهل كثير رح ينبسطوا مني، رح نعمل شغله مثل تابي للاولاد للالعاب، وبذات الوقت تكون هي دب الالعاب. اوكي يعني كلنا بنعرف قد ايه بنقعد بنلملم العاب الاولاد. اول شيء هيدي فينا نكون عم نستعمل شرشف قديم، برديه قديمه، حيلا شيء ماشي نقدر نسحب منها سيركل كبير. اوكي عم بتركها هلا على القفا، وبدنا منعوز حبل اكيد يكون طويل على قد البرمي، اكبر شويه كمان. حبل شو هيدا؟ هيدا تيشيرت. اوكي هذا تيشيرتيان. بعدين ما في شيء بيروح دعام نهائيا، بنتعلم كيف بدنا نعمله هيدا. كارولين عرف جوزك انه قصيتي له كنسه هذيك المره؟ عرف، ما كثير انبسط بس ما قطعت يعني، كان عم يتابعنا. هيدا البرايس تو باي، شو بدي اعمل؟ رح بلش انا بحط الحبل شوي على الطرف، وبحط التلزيق، بدي لزق الطرف بس بعيد شوي عن الحبل، مهم انه ما يدق بالحبل. نطويها. وي بدنا نطويها، مهم ما يدق بالحبل التلزيق، تنقدر نضل نزيح الحبل ما يلزق محله. حط لك وي هون زيح. وي لازم يكونوا كمان قد بعض، اقرب شوي هولي ما يبقوا هيك. اوكي زيح كامل حتى هوليك، هون نسكر هون كمان. وي هلا اكيد برجع بقول انه اللي يلي بيعرف يخيط هيدي الشغله بتتخيط بتطلع ارتب يعني. سوري. اوكي لك خلينا نكتل كميه كتر. ايه انت اسحبي وانا بمشي وراك. لا كره ما هون نزيد. اوكي هلا على الميلتين بدنا نترك ميله فراغ، يعني هون نرجع نترك شوي فراغ وبنرجع بنحط من هون وبالرايح على نفس مستوى هون، على زيح النص تقريبا. اوكي بنخلي هيك طالع. وي بنخليها هيك طالعه هيدي بس مره يعني هون وثاني ميل، يعني بوج بعض تقريبا بده يكونوا. اوكي ابعد شويه هيك. اوي تمام يلزق الحبل. بدك تحط احط لك فوق ارجع. خليها هون شوي بس تنشي سوا. هلا هيك هون. اوي يعني ما نسكر شوي صبر الحبه. ايه بدنا نسكر، بنترك بس ميلتين فاتحين تقريبا، عم نعمل مثل الساك يلي له حبل. نعم يعني هيدي خرج البحر كمان. كمان فينا نستعملها لناخذ لهم العاب البحر فيها. هي بتعب الايدين الشغالين. يلا بعد عندنا شوي صغيره. وين حنترك فاضي؟ مطرح ما بلشنا. وي بعد عندنا زيح صغير. لهون. هو ايه اكيد بتاع فرد الشمع مش هي. بتاع عن جد. هلا بهيدي السرعه عملنا هالتابيه يلي نحن بنحط عليه مثلا هولي اهم شيء مثلا للليجو، لكل شيء العاب فيها قطع صغيره كثير. طرفتين بذات الوقت هذا التابي هلا بيلعبوا عليه بيعمروا عليه، وبس بدنا ندبهم نسحبهم بهالطريقه. اوكي والله نشف نفس الشيء منهم. وي من الميلتين. في مطارح يمكن علق التلزيق. بدنا ننتبه اكثر. نرجع بنقول اللي بيعرف يخيط اكيد الخياطه بتكون اكيد، حتى فينا نقدمهم على ايدهم يعني ما لهم بحاجه لمكنه. وي وهيك بيكون عملنا مثل ساك هيك. حلوة. ما بدنا نلملمه ونرجع نحطهم بغير من غير مطرح. حق علي انا. ايه نو اول مره بتمسك بيه. ما مشيت على الخط مزبوط. فيري نايس. وهيك عملنا ساك، فينا نعمل كذا وحده، فينا نعمل تابي اكبر للالعاب الاكبر، تابي اصغر للالعاب الصغيره، وهيك بندبدب كله الساكات حد بعض، بيعرفوا الاولاد كل ساك شو في بقلبه
Very nice. فينا نعملها لساكم نحط لهم كادويات مثل سانتا كمان. شكرا لك. ميرسي لكم. برجع بعيدك من جديد. ميرسي لكم. فيكي بحلقات. مشاهدينا خلينا نشوف سوا بهالتقرير من هن النجوم الاكثر اجرا لعام 2016 بحسب مجله فوربس.